الحمد لله، السلام عليكم. كيف تزكي نفسك في رمضان وتستغل رمضان لكي تغفر ذنوبك؟ أول شيء وهو الالتزام، الالتزام في كل شيء والصبر. رمضان هو الصبر. اجتهاد في قراءة القرآن جد مهم، سبق وتكلمنا عليه. كل شخص على حسب استطاعته. سأطرح عليك السؤال، إذا أردت أن تغفر ذنوبك ماذا يجب أن تفعل؟ الاستغفار، يعني يجب الالتزام بالاستغفار يوميا بعدد معين، عدد الذي أنت تستطيع عليه. الذي عنده وقت يجب أن يستغفر 1000 مرة وراء كل صلاة. الاستغفار وهو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. هذا الاستغفار عظيم، تقوله 1000 مرة وراء كل صلاة، أو العدد الذي أنت تستطيع أن تقوله، والعدد الأقل وهو 100 مرة. وأوصيكم أن تستغفروا الله في الليل، في جوف الليل، يعني الثانية ليلة، الثالثة ليلا، استغفر الله مدة ساعة. استغفر في هذا الشهر في الثانية ليلا، الثالثة ليلا، استغفر لمدة ساعة. هذه الطريقة إن شاء الله تغفر ذنوبك. والذكر الذي أوصيكم عليه وهو التسبيح، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. لا يمكن لأي مسلم أن يستغني على هذا التسبيح. تسبيح عظيم، وصفة نبوية، التسبيح عظيم جدا. الاستغفار، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذا لا تستغنون عليه ولو مهما يكون، لا تستغني على سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. حتى أني أوصيكم، من فعل أي ذنب، قام بأي ذنب ولو كذبة بمزاح، كذبت وأنت تمزح، اتبعها ب100 مرة سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ستجدها يوم القيامة تثقل ميزانك وحبيبة إلى الرحمن وتقربك إلى الله، فهمت؟ وتقيلت في الميزان، خففت عن اللسان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ستثقلت في الميزان إن لا يساويها ذنب، فهمتم؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا يساويها ذنب. والسر فيها حبيبة إلى الرحمن، يصبح الله سبحانه وتعالى، يصبح محبة بينك وبين الله، يصبح الله يحبك وأنت تحب الله، وتصبح تحب العبادة. وهذا هو السر، ستغفر ذنوبك في رمضان إن شاء الله، يعني إذا اكثرت من هذه الأذكار، خصوصا سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، والاستغفار والاجتهاد في قراءة القرآن. هذه الثلاث يجب الاجتهاد فيه، هذه الثلاث، لأن الإنسان ربما يكون مشغول في اليوم، العمل، الدراسة، ولكن يجعل له برنامج، في الوقت الذي هو فارغ فيه، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، خصوصا في الليل كذلك، إذا بدأت تقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ستكون قريبا من الخالق. هذه من المجربات، مجربتي أنا، إذا بدأت تقول في جوف الليل سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، يعني والناس نيام وأنت تقولها، هذه يعني تصبح قريب من الله، ستحصنك قريب من الله سبحانه وتعالى. صدق من استطاع، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن سبحان الله وبحمده خير، أحب إلى الله سبحانه وتعالى من تصدق جبل من ذهب. يعني هو قال مرة واحدة سبحان الله وبحمده، تخيل معي، سبحان الله وبحمده، يعني ولو أنك أنت تصدق 100 دولارات، ويأتي شخص ويقول سبحان الله وبحمده فقط 100 مرة، فهي خير له، خير منك، فهو خير منك، أنت الذي صدقت 100 دولارات، فهمتم؟ يعني هذا هو الفرق. يعني هناك عديد من الناس ليس عندهم استطاعتهم أن يصدقوا وأن يفعلوا الخيرات الأخرى، يصدقوا ويفعلوا كذا ويفعلوا كذا، لا يستطيعون. فأربط لسانك بسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أربطوا لسانكم سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، في رمضان أتجنب الخيرات، وبها تفتح الأرزاق، تجلب الأرزاق إن شاء الله بسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وتزكي النفس، دارة تزكي نفسك وروحك في رمضان، فاكثر منها. هذا كل شيء، وأتمنى لكم الخير، وإلى اللقاء.